بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه وتعرضها لبيان حكم موردها موضوع البحث كان ثمرات التي تترتب على تعريف الآخون للتعارض وقلنا أن المحقق الخراساني رضوان الله عليه بدأ يعدد أمور التي تخرج عن ذيل التعريف وعن تحت التعريف قلنا هناك أمور أربعة على يهال ثم ذكرنا منها اجتماع الأمارة مع الأصول العملية قلنا أنه ما هو ولو يجتمع في مورد واحد الأمارة مع الأصل العملي وبينهما تنافين مع هذا كلاهما يخرج عن تحت التعارض المستقر لأن العرف يرى الأمارة واردا على الأصل العملي بناء على مبنى الأخون هذا كله في درس القبل الآن يشير إلى كلام أستاذه الشيخ الأنصاري أن تقديم الأمارة على الأصل يكون من باب الحكومة أن يرده وهذا البحث يكون تكرارا من الأخون رضوان الله عليه يقول وليس وجه تقديم الأمارات حكومة الأمارات على أدلة الأصول العملية لعدم كونها لعدم كون الأمارات ناظرة إلى أدلة الأصول العملية بوجهين خبر السقى يقول صلاة الجمعة حرام استصحاب يقول صلاة الجمعة واجبة أصلا لا يوجد هناك أي نظر بحيث لو لم يكن الاستصحاب كانت الأمارة مثلا لغوا نرى أن مثل هكذا أمور لا يوجد إذا لا يوجد فلا معنى لهذه الحكومة أيها الأستاذ الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وتعرضها لبيان حكم موردها كأنه هذا دفع دخل المقدر مستشكل يقول أيها الأخون نحن نثبت أنه يوجد هناك النظر والارتباط بين أي شيء بين الأصل والأمارة لأن الأمارة تبين حكم مورد الأصول مثلا في هذا المثال الفعلي الأمارة وخبر السقهين ما يقول يجب عليكم صلاة الجمعة يحرم عليكم صلاة الجمعة بالدلالة الالتزامة العقلية التزامية العقلية ماذا يقول لا يكون واجبا عليكم فبين مورد الأصل إذن استصحاب يقول واجب الأمار يقول لا يكون واجبا وهذا هو معنى النذر وهذا هو معنى معنى الارتباط بين الحاكم والمحكوم فلماذا انت تقول انه لا يمكن ان تكون الرابطه الاصل مع الاماره من قبيل الحكومه هذا هو اشكال المقدر جواب الاشكال ما هو وتعرض الامارات لبيان حكم مورد الاصول لا يوجب ولا يسبب كون الامارات ناظره الى ادله الاصول وشارحة لأدلة الأصول لماذا لا يمكن وإلا لو كانت هذه الدلالة الالتزامية العقلية موجبة للنظر كانت أدلة الأصول العملية أيضا دالة ولو بالالتزام العقلي على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتزل الأصل للإمارة نقول هكذا نظر بالعكس أيضا يمكن أن يتحقق استصحاب وجوب الجمعة لازمها العقل ما هو أنه لا يكون الآن حراما خبر الثقة يقول الآن حرام عليكم في زمان الغيبة فنرى أن هذا النظر من هذا الجانب إذا نتحقق فلا بد أن نقول أن الاستصحاب حاكم على الأمارة وهذا لا تقبلونه وهو مستلزم عقلا وهو وهو يعني كون حكم مورد الاجتماع مقتزل الأصل مستلزم عقلا نفي ما هو مقتضى الإمارة الإمارة تقول بالحرمة أصل يقول بالوجوب واجب يعني لا يكون حراما مثلا بل ليس مقتضى حجيتها حجية الأمارة إلا نفي ما قضيته عقلا إلا نفي ما قضية الأصول عقلا من دون دلالة على هذا المورد لفظا نحن نحتاج إلى نظر لفظي إلى دلالة لفظية لا إلى دلالة التزامية عقلية دلالة الالتزامية العقلية من كلا الجانبين ومن كلا الطرفين يمكن نحن نحتاج إلى دلالة اللفظية دلالة اللفظية لا تتحقق نعم دلالة العقلية من كلا الجانبين يتحقق استصحاب يحكم بالوجوب ينفي الحرمة في نفس الوقت خبر الثقة يحكم بالحرمة ينفي الوجوب في نفس الوقت وهذا لا يكفي لإثبات الحكومة لأجل هذا بعد ما بين هذا الدفع الدخل المقدر وأنه ما هو لا يمكن أن يكون رابطة الأصل مع الإمارة من قبيل الحكومة قال أنه لا يوجد هناك نذر بعد يقول ضرورة أن نفس الإمارة هذا في الحقيقة تبيين وتشريح لذاك الدليل الأصلي أنه النذر لا يوجد بين الأصل والإمارة لماذا لا يوجد هذا النظر بين الأصل والإمارة؟ لأنه يرجع إلى البحث الذي ذكرناه في أول مبحث هجية الزن هناك أن أدلة هجية الأمارة مفادها ما هي؟ سيرة الأقلاء وآية النباء التي تدل على هجية خبر الثقة هل تدل على جعل حكم مماثل حرام مثل حرام الواقعي أو تدل على المنجزية والمعزرية أو لا تدل على العلمية أنني جعلت مفاد خبر الثقة علما تعبديا احتمالات الصلاة هنا تأتي إذا نستفيد من أدلة هجية خبر السقاء جعل خبر الثقة علما تعبديا كما هو رأي المحقق النائني رضوان الله عليه فهنا إذن الحكومة تتحقق لأنك إذا علمت بحرمته بالعلم التعبدي فلا يبقى لك شك بالنسبة إلى وجوبه الشك يزول طبعا الشك لا يجتمع مع العلم ولكن لو اخترت أنه المنجزي والمعذرية صحيح لو اخترت أن جعل حكم المماثل فهنا إذن ما هو لا يستفاد منه الحكومة خبر الثقة يفيد المنجزية والمعذرية خبر السقاء يفيد جعل حكم المماثل حرام مثل حرام الواقع، هذا لا يرتبط بذاك الواجب الذي استفدناه من الاستصحاب. صاحب الكفايه يشير الى هذه النقاط اجمالا وكله حول هذا المحور ان ادله الامارات لا تكون ناظره الى ادله الاصول العمليه. التفتوا جيدا اخواني. للضرورة أن النفس الأمارة لا دلالة للأمارة إلا على الحكم الواقعي، الأمارة طريق إلى الواقع، وقضية هجية الأمارة ليست إلا لزوم العمل على وفق الأمارة شرعًا، المنافي عقلًا للزوم العمل على خلاف الأمارة، خلافه غلط خلافها خلاف الأمارة. يعني شرعي يقول يجب عليك العمل بخبر الثقة يعني الأخذ بزده بوجوب الجمعة يكون حراما ولكن هذه دلالة التزامية عقلية كما قلنا وهو قضية الأصل خلاف الأمارة ما هو مقتضى الأصل الاستصحاب الذي يدل على الوجوب هذا خذ هذا مع احتمال أن يقال طبعا هذا الذي ذكره الأخ رضوان الله عليه أن الأقل يحكم هكذا إنه ليس قضية الحجية شرعا آية النبأ والسيرة الأقلاء التي تدل على حجية خبر السقام مفادها ما هي إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا أتع الحجة وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجز الواقع في سورة المخالفة لا تستفاد عن أدلة الحجية إلا المنجزية والمعذرية والمنجزي والمعزرية كما قلت لكم الآن في مقدمة الباحث لا يثبت الحكومة لأن الحكومة متوقف على النظر بعده صاحب الكفاية يقول وكيف كان الحكومة تتحقق أم لا ليس مفاد دليل الاعتبار سيرة الأقلاء آية النبأ هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدان هذه النقطة مهمة المتعبدي لا يستفاد من أدلة الحجية حتى يثبت الحكومة وكما قلت لكم جعل العلمية ينفع لإثبات الحكومة ولكن هذا ليس مبنى الآخون كي يختلف الحال ويكون مفاده مفاد الغاي احتمال الخلاف في الإمارة نفي حكم الأصل أي الاستصحاب حيث إن الأصل حكم الاحتمال يكون الاستصحاب على أساس الشك يكون ومع مجيء العلم لا يبقى هناك شك بخلاف مفاده فيه بخلاف مفاد الدليل الاعتبار في الاصل اي شيء لا تنقذ اليقين بالشك لاجل ان الح... حيث انه حكم الاختلاف احتمال بخلاف مفاده فيه لاجل ان الحكم الواقعي ليس الحكم الواقع حكم احتمال خلاف الحكم الواقعي على لاجل ان الحكم الواقع ليس حكم احتمال خلاف الحكم الواقع بعد دركه هناك احتمال الخلاف لا يبقى كيف يبقى احتمال الخلاف وهو حكم الشك فيه واحتماله وهو يعني هذا الاصل حكم الشك في الواقع واحتمال الواقع على اي ما هو الاصل متوقف على اي شيء على الشك واحتمال الخلاف مع مجيء العلم التعبدي بناء على أصل جعل العلمية إذا يستفاد من أدلة هجية الأمارات لا يبقى هناك يشكين فافهم وتأمل جيدا ولكن هذا مبنوي ميرزا النائني يستطيع أن يقول أن أدلة الأمارات حاكمة على الاستصحاب مثلا وعلى الأصول العملية أما نحن فكما قلنا نذهب إلى الورود بناء على مبنى الأرف لأجل هذا أخو لزوان الله عليك مرة أخرى يلخص البحث ويخلصه ويقول فانقدح بما ذكرناه أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل أي الاستصحاب والأمارة خبر الثقة إلا بما أشرنا سابقا في الاستصحاب وآنفا في بحث التعارض أنه رابطتهم رابطة الورود فلا تغفل عن هذا المطلب هذا خذ هذا. هذا كله بالنسبة لأي لأ شيء بالنسبة إلى الأصل والأمره اسف على هذا مطلبا جديدا ولا تعارض أيضا إذا كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر هنا أيضا لا يبقى تحت التعارض كما في الظاهر مع النص أو الظاهر مع الأزهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثل المطلق والمقيد مما كان أحدهما نصا أو أزهر حيث إن بناء الأرف على كون النص أو الأزهر قرينة على التصرف في الآخر أرف يقول في جميع هذه الموارد نحن نأخذ بالأزهر نأخذ بالنس مثلا إذا كان جمع الأرف ممكنا طبعا تعارض المستقر لا يتحقق وبال هذا في الحقيقة كان إذا موردا جديدا مجموعه صار ستة موارد يعني إخراج الأمر مع الأصل وإخراج النص مع الظاهر أو ظاهر مع الأزهار مجموعه يصير ستة موارد أو ستة مصادق كلها تخرج أن تحت التعارف أن تحت تعريف تعارف أن تحت تعريف التعارف بناء على تعريف الأخون ولكن على أساس التعريف المشهور كلها داخلة في التعريف وبالجملة الأدلة في هذه الصور الستة وإن كانت متنافية بحسب مدلولات الأدلة إلا أن الأدلة غير متعارضة بحسب التعارض المصطلح لعدم تنافي الأدلة في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث يبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعض الأدلة يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافات التي تكون المنافات في البين هذا طبعا بيناه لكم وهذا يكون واضحا وتكرارا وبالجملة كله لب المطلب الذي إلى الآن بيناه بعنوان الموارد الستة أو مصادق الستة بعده يقول في في ذيل وبالجمله يقول وفي استمرار ذاك الباحث ولا فرق في تلك الموارد التي ذكرناها بين ان يكون السند في هذه الموارد قطعيا او زنيا او مختلفا احدهما قطعي والاخر زني او بالعكس مثلا او كلاهما زني لا يؤثر في البحث، مهم في جميعها ما دام الدليل يكون من قبيل الاصل والامره. مادام من قبيل الظاهر والازهر مادام من, من قبيل النص والظاهر نحن نمشي على حسب العرف وفي اطار القواعد العرفيه فيقدم النص أَوِ الازهر وان كان بحسب السند زنيان على الظاهر ولو كان بحسب السند قطعييا لأجل هذا يقول إذا كان كذلك وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي في هذا الغير بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات فعليك بتفحص مصداق التعارض المستقر في غير هذه الصور الستة بعبارة أخرى في المورد الذي لا يكون فيه جمع عرفي وإلا ما دام هناك جمع أرفي أبدا لا يكون هناك أي تعارضين هذه النقطة مهمة جدا أنه مع إمكان الجمع الأرفي لا تصل النوبة إلى التعارض وإذا لا يمكن الجمع الأرفي فنطبق قواعد التعارض كالتخيير، كأخذ بالمرجح كالتوقف كالتساقط وأمثالها طبعا هذه القواعد أو هذه المباحث كلها مسائل ما هو واضحة فقد اخ رضوان الله عليه يذكر انه بناء على تعريف المشهور، تعريف المشهور فيه اشكال، وإنه ادعينا في الدروس السابقه انه تعريف المشهور سليم عن الاشكال، ولا باس بتعريف المشهور، ورضوان الله عليهم جميعا. اذا نحن في مقام الجمع الأرفي وتطبيق القواعد العرفية على الأدلة لا ننظر إلى السند أصلا نعم هناك موردين لا نستطيع أن نغمض عن السند يعني نترك الدلالة ونرجع إلى السند وهذا في الحقيقة بعد مطلب جديد هذا المطلب لم يكرر من الآخون إلى الآن يقول وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد من الأدلة قطعيا دلالة وجهة هم دلالتها قطعية كلها ناس وهم بالقطع علمنا أن الأدلة لم تخرج تقيتان هذا مورد الأول فهنا إذن ماذا نفعل لا نستطيع أن نتصرف في الدلالة لأن الدلالة قطعية لا نستطيع أن نتصرف في الجهل لأن الجهة واضحة وقطعية فمجبورين لأجل رفع التعارض أن نرجع إلى السند أحدهما سنده قطعي والآخر زني نأخذ بالقطعي ونترك الزني مثلا هذا مورد الأول من موارد الرجوع إلى السند مورد الثاني وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد من الأدلة زنيا ما هو على كلها زني كلاهما ظاهر هم جهتها هم دلالتها فيما إذا لم يمكن طبعا التوفيق بين الأدلة بالتصرف في البعض مثل الحاكم والمحكوم أو بالتصرف في الكل مثل سمن الأذرة من السحت لا بأس ببيع الأذرة فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل بعض الأوقات كلاهما ظني الدلالة زنية، الجهة زنية ولكن بقسم ابتلينا بحديثين بقسم لا يمكن التصرف في الدلالة طبعا هذا صرف الفرزة بحث يكون ثبوتيا لسنا في مقام الإثبات لو ابتلينا إثباتا بهذه المشكلة فنحن ما هو لا يبقى علاج واحد أن نرجع إلى السند وبعد الرجوع إلى السند فهنا ما هو ماذا نفعل؟ التعبد لا يمكن ان يهال للعلم اما للعلم بكذب احد هذه الاخبار الا يهال لا يمكن ان يتعبدنا الشارع المعصوم بالمتناقضين والمتزادين فاحده حتما كذب او لاجل انه لا معنى للتعبد بصدور هذه الادله مع اجمالها الا يهال لا نستطيع ان ناخذ الان بهذه الاخبار بهذه الحاله كلاهما تام الدلاله کلاه ما تام الجهه لا نستطيع ان ناخذ هم بالوجوب هم بالحرمه فهذا التعبد يصير لغوا اذا كان هذا التعبد لغوا فيقع التعارض بين ادله السند حین ازین حین ازین يعني اذا كان ولو زنن الدلال والجهه في كلاهما تاما كما لا يخفى فهین ازین بعد الرجوع إلى السند ننظر أن سنديهم أقوى والآخر يكون ضعيفا الذي سنده أقوى يكون حجة والذي سنده يكون ضعيفا فيكون محجوجا ومتروكا إذا حاصل الباحث أن المحقق الخراساني في الفصل الأول يذكر لنا تعريف التعارض ثم يقايس بين تعريفه وتعريف المشهور ويخرج ستة موارد أن تحت تعريفه وعلى حسب إدعائه يبقى في ضمن تعريف المشهور داخلا للتعارض بعد قال كل هذه الأمور ترجع إلى دلالة هذه الروايات طبعا لأننا نتخذ هذه القواعد من أبناء العرف نعم في هذين الموردين الأخيرين كلاهما قطعي أو كلاهما زني من حيث الدلالة والجهة فهنا إذن علاج آخر لا يوجد عقل يقول لا يمكن إلا الرجوع إلى السند فمقطوع السند يؤخذ قوي السند يؤخذ وزده ومقابله يترك وعلى حال يحول علمه إلى المعصومين عليهم السلام هذا كله في فصل الأول من الفصول التي طرحت في بحث تعارض الأدلة والأمارات وبما أن الفصل الثاني يبحث عن مطلب جديد وهناك ما هو وقت أيضا لم يبقى لنا كثيرا فنترك بقية البحث ونحول بقية البحث للحلقة المقبلة إن شاء الله غفر الله لنا ولكم أيها الإخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم واطعم أدعوك ربي وقبيبي سامع دعائي ومجيبي والعمر أنوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاسمع واغفر وارحم